تحياتي لك يا فارس، وبشكرك على كلامك الجميل، وتحياتي لأسامة، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. خليني أقول بس أنا بحييكم بأمانة مش مجاملة، والله والله بأمانة، برنامج محترم بيطرح القضايا بشكل سلس وسهل، وفي نفس الوقت بيدي الحلول. ما شاء الله بحييك وبحيي فريق العمل معاك وبحيي أسامة، بحيي فعلا حاجة جميلة جدا وحاجة مفرحة يعني. نشكرك نشكرك جدا يا كابتن ناصر، ودايما يعني كلامنا فيك في محله بالتأكيد، وعشان كده احنا جايبينك بقى تكلمنا عن الجولة الثالثة وظواهر التحكيم في الجولة الثالثة، خاصة ان البعض بدأ من بدري قوي يشن هجوم على رئيس لجنة الحكام، وبيصل الأمر إلى توجيه تعليمات للحكام بعدم الانصياع لكلمات أو توجيهات رئيس لجنة الحكام. أسامة، خليني في البداية نقول أنت اتكلمت في نقطة مهمة جدا حضرتك وفارس، وهي الظاهرة اللي هي تمت خلال الثلاث جولات. أعتقد اللي أنت بتقوله ده محدش راح، يعني إيه الظاهرة؟ يعني في حاجات أخطاء اتكررت في الثلاث جولات، ولما تكون في ظاهرة لابد أن يتم علاجها من خلال اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، لجنة الحكام وفيتور بريرا. وأنا تاني بقول إن من خلال كارت أحمر لما بنطرح الظاهرة أو الظواهر اللي حصلت بنقول ايه هي الظاهره وبنقول ايه حلولها. يا كابتن اسامه، خلينا الاول، احنا لعبنا 26 مباراه، وكان المفروض في مباراه مؤجله للنادي الاهلي مع سيراميكا في الاسبوع الثاني، اتلعبت 26 مباراه ب 156 حكم، ما بين 26 حكم ساحه، 26 حكم رابع، ايضا 52 حكم مساعد و52 حكم فار. نتكلم في المجمل 156 حكم اداره 26 مباراه في الثلاث دوريات. نتكلم الاول على الظاهره كابتن اسامه، ولا نروح للحالات وبعدين نختم الظاهره؟ زي ما تحب. نروح لحالات الجوله افضل. نروح لحالات الجوله، تمام. يعني حالات الجوله الثالثه الاول حضرتك تستعرضها معانا بالمباريات، عشان نقدر بعد كده نروح للاستنتاج اللي بيتكلم عن التحكيم في محور عام او بتقييم عام. ممتازه كابتن فارس، ممتاز. نروح بقى للحالات، يعني عندنا المباريات، مباراه الاهلي والاسماعيلي نبدا بيها طبعا بحكم ان النادي الاهلي احد اطرافها. مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي طبعا عارفين ان كان حكم المباراه كان فيها محمود البنا، وكان حكم الفار يا فارس كان عمرو الشين. اول حاله معانا عاوزين نفسر للناس ونوضح هنا، لما يكون في تسديده على المرمى بنقول لما يكون الكره هترتد من القائم او من الحارس وهتروح للزميل اللاعب اللي بيسدد، بنشوف موقفه فين يا اسامه الاول يا فارس. طب اللاعب ده لو كان في موقف تسلل وارتدت الكره من الحارس او من القائم وهو استفاد من الموقف اللي هو كان فيه، بيبقى فيه تسلل. انا جايب الحاله دي او انت حضرتك جايبها عشان نشرح ان هنا كان في بيرسي تاو في موقف سليم عندما تم تصويب الكره من لاعب النادي الاهلي، ارتد لبيرسي تاو والهدف كان هدف صحيح، كان عند الحكم احمد حسام طه الحكم اللي كان متميز في هذه المباراه، هدف صحيح لبيرسي تاو، ده توجد تسلل في هذه الحاله. تمام جدا. عندنا حاله يعني البعض تحدث عن مطالبة النادي الإسماعيلي، ده طبعا بلمسة يد أو بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد محمد هاني. كابتن أسامة، وإحنا قلنا تاني بنشرح مخالفة لمس الكرة باليد ليها منها معايير، بنقول دايما الإيد هنا خارجة عن نطاق الجسم واخدة حيز مكبرة الجسم، ولا الإيد كانت مضمومة؟ مهم جدا، دي المعايير اللي الاتحاد الدولي بيحطها كاعتساب مخالفة لمس الكرة بيها. حضرتك نشوف هنا لحظة تسديد محمد هاني، وهنا الايد مضمومه في الجسم، يعني بص يا كابتن اسامه احنا اصلا الناس عرفت الكلام ده بالتأكيد، وبالتالي هنا الايد ما خرجتش وعملت حيز ومنعت الكوره، كان قرار محمود البن اللي كان قريب قوي قوي قوي، قرار باستمرار اللعب كان قرار صحيح باستمرار اللعب، هنا لا توجد مخالفه للمس الكوره بالايد. كان معانا حاله ايضا في مباراه الاهلي والاسماعيلي الدقيقه 92، طبعا اللقطه الشهيره بتاعت عبد الرحمن مجدي والسلوك الغير لا قبل دي في كره بيرسي تاو مع مدافع الاسماعيلي يا كابتن ناصر. تمام يا اسامه، وهنا بنتكلم على بيرسي تاو واللاعب نادي الاسماعيلي، واحنا هنا بنتكلم كابتن اسامه بالحالات التحكيميه، واحنا بنقول دايما بنشرح الحالات. هذه الحاله يمكن انا حللتها قبل كده، وخرج فيتور بريرا حل الحالات النادي الاهلي والاسماعيلي حللها زي ما انا حللت قناه الاهلي بالظبط يا فارس. ده حقيقي. حلل كل الحالات اللي احنا قلناها في قناه النادي الاهلي، وهنا بيدينا بنقف هنا بس نقول يا فيتور بريرا احنا بنطلع نقول اللي بنشوفه. طبعا. ما بنطلعش نقول حتى لو في لعبه للاهلي او
ولكن انا هرجع للحاله دي كابتن اسامه. انا قلت فيها ان هي المسافه اللي هي ما بين المنافس لاعب النادي الاهلي بس تو هي كانت مسافه ضيقه قوي قوي قوي. المسافه دي لا تسمح باللاعب ان هو يبعد، وبالتالي هنا لو كان المنافس بعيد وارتكب هذا السلوك، يعني هو راح لبس فاهم وهو كان من مسافه وعمل الكلام ده، كان يبقى فيه مخالفه في حسابات الجزاء، ولكن وضعيه المنافس هنا كان قريب قوي 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 من بيرسي تو، وبالتالي انا قلت هنا استمرار اللعب لمحمود البنا كان قرار الافضل فيه ان هو يمشي. تمام، عندنا طيب الحل بعد كده. الحاله اللي بعدها هنا علي معلول ولاعب النادي الاسماعيلي، وايضا يعني كان في كلام عن ركله الجزاء لصالح الاسماعيلي. فارس انا عاوز بس يعني شوف، والساده المشاهدين معانا يشوفوا هنا لاعب النادي الاسماعيلي هنا، شوف القدم اليسرى ونشوف القدم اولا، وهو رايح هنا في قدم المثنيه الحذاء، لو هتبص على القدم هنا واضحه قدم اللاعب الاسماعيلي اليسرى قبل ما يحصل بالزبط. اي حاجه يا اسامه خد قرار انه يقع. هنا في سكوت نتيجه ايه؟ نتيجه ان وضعيه اللاعب في هذه الحاله وضعيه مش سليمه، وبالتالي لما بنيجي نحلل حاله تحكيميه كابتن فارس يا اسامه مش بنقول ان في مخالفه فوق ولا حاجه، ولكن هنا بنشوف كمان تحليل اللعبه للاعب اللي هو المهاجم، هو هنا في القدم هنا بتتلوي، وبالتالي هنا السقوط قبل ما يجي خالص علي معلول. الحاجه الثانيه بنشوف هنا اللعب المسموح المشروع يا اسامه يا فارس، لما انا احط ايديا وانت تحط ايدك والاثنين الايدين في بعض بالظبط يحصل سقوط، هنا يستمر اللعب، وهنا ثاني القرار الافضل لمحمود البنا. كانت مباراه نموذجيه من وجهه نظري، مفيش فيها اخطاء، لم يذهب للفار يا اسامه يا فارس، وده اللي احنا بنقول عليه، وهنتكلم في الظواهر ودي كانت هتبقى من اهم الظواهر. تأكيد. عندنا اللقطه دي يا كابتن تعليقك عليها ايه؟ وعبد الرحمن مجدي مع حامل الكرات، يعني دي في الدقيقه 92 تقريبا، وشاط الكره كده في حامل الكرات لان ما ادالوش الكره بسرعه. فارس قبل ما نروح للقطه بنقول ايه القانون، وبنقول هنا القانون بيعاقب اللاعب عندما يخرج خارج ميدان اللعب ويرتكب سلوك، هذا السلوك ممكن يكون غير رياضي، ممكن يكون سلوك مشني. لما يكون سلوك غير رياضي هنا البطاقه الصفراء هنا طبقا للقانون، او سلوك غير مشين اللي هو بيرتكب فعل في يعني قوه وهنا بيستخدم فيه البطاقه الحمراء. انا بقول هنا صبيه الملاعب رفقا بصبيه الملاعب، ان هم اولاد بيساعدونا وهم عندهم طموح ان هم بيشوفوا النجوم دول يا كابتن اسامه يا دول قدوه، وهيكبر هذا الصبي وممكن يتذكر هذه الحاله. لا يعني نتعامل معهم برفق لان هو ولد، هو لا يقصد ابدا ان هو ياخر الكره، وهنا يجب على نجوم الكره ان احنا نتعامل مع هؤلاء برفق، وزي ما قلت الولد ما اخطاش، ولكن السلوك ده سلوك غير مرفوض كابتن اسامه. طب العقوبه الانضباطيه هنا السلوك هنا زي ما قلت، برافو عليك برافو عليك يا فارس، واحنا بنقول هنا لو كان السلوك اكتر من كده كان تشهر البطاقه الحمراء، ولكن هو النهارده ارتكب سلوك غير رياضي وبالتالي عوقب عليه باشهار البطاقه الصفراء، وهو ده طبقا للقانون كان قرار صحيح من محمود البنا. بحي محمود البنا، عارف يا فارس ليه يا اسامه؟ لان تركيز البنا ما كانش بس داخل ميدان اللعب، ده حقيقي، ولكن كان داخل ميدان اللعب وداخل وخارج ميدان اللعب بطاقه صفراء، ونتمنى نجومنا يتعاملوا برفق مع صبيه الملعب. رساله يعني ممتازه جدا منك كابتن ناصر بالتاكيد، واكيد يعني نتمنى اللاعب يعني حامل الكرات ده في يوم من الايام يكون نجم كبير، وتكون دي دافع ليه ان شاء الله، واتمنى كان يكون عبد الرحمن مجدي قدم له اعتذار بعد المباراه. لكن عندنا مباراه اخرى في الجوله الثالثه، وهي المباراه اللي جاهزه معانا شباب، البنك الاهلي والزمالك، ولا مباراه ثانيه؟ البنك الاهلي والزمالك على حسب اللي جه. ايوه البنك الاهلي. تمام، استعرض لنا حالات مباراه البنك الاهلي والزمالك، ودي الحاله اللي فيها انذار ثاني كان حكم المباراه كابتن ناصر محمد معروف، وحكم تقنيه الفيديو محمود عاشور. تمام، هو هنا المباراة دي حدث فيها بطاقة حمراء، بطاقتان حمراوان، بطاقة حمراء لحارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، وبطاقة حمراء للاعب البنك الاهلي تقريبا محمد فتحي. هنا محمد فتحي فيه هنا اللقطة هنا وخد انذار، ثم تم اشهار الانذار الثاني ليه لاستخدام التهور مع لاعب نادي. ارجع لي بس للقطة، اللقطة الأولى، لا قبل دي، اللقطة الأولى خالص اللي فيها انذار محمد فتحي الثاني، أيوه دي يا كابتن ناصر، يمكن لاعبي نادي الزمالك طالبوا بشكل كبير جدا، لا دي لقطه محمد عبد الغني الاول اللي هي شبيهه بلقطه محمد فتحي، نفس الكره تقريبا اللي محمد فتحي خد فيها الانذار الثاني،
وكابتن محمد معروف في لقطه الانذار الثاني، دي اللقطه بوضوح دي محمد عبد الغني خد فيها انذار. هات لي بقى لقطه محمد فتحي اللي خد فيها الكارت، لا اللي خد فيها الانذار الثاني. لا ده عواد، هو هيجيبها دلوقتي، هيجيبها. لان هنا في نقطه كابتن ناصر على ما يحضروا اللقطه، الكابتن محمد معروف يعني كان المفترض ان هو لا صفر فاول ولا استنى الكره تخرج بره الملعب، هي دي اللقطه معانا يا كابتن بالزبط. ناصر استجاب لضغط لاعبي نادي الزمالك لدرجه ان دونجا لاعب الزمالك كان بيطالب لاعبي نادي الزمالك الكره تخرج بره الملعب، ولكن هو توقف والكره لسه في الملعب ومنح الانذار الثاني والطرد لمحمد فتحي. تعليق حضرتك على اللقطه دي؟ لقطه مهمه جدا جدا يا اسامه، والله بحييك عليها. واحنا بنقول هنا حاجه من الاثنين، عندما ترتكب المخالفه وانت كحكم بتشوف ان هي فيها طاقه صفراء، من فضلك لو هي للانذار الثاني اوقف المباراه فورا، مفيش اتاحه فرصه في كارت احمر يا كابتن اسامه. بنتكلم في قانون عشان بس يعني احنا بنتكلم القانون عشان نقول للناس من فضلك لو في لاعب عنده بطاقه صفراء ويرتكب مخالفه للبطاقه الصفراء الثانيه ولا حمراء وقف اللعب واشهر واخلص. ليه يا كابتن اسامه؟ خلي الهجمه دي راحت للبنك الاهلي وتم تسجيل منها هدف. انت معايا يا كابتن اسامه؟ معاك كابتن ناصر. انت عندك لاعب هنا موجود في الملعب وضعيته غير قانونيه، لان هذا اللاعب كان المفترض يستحق الحمراء والتالي. بالظبط. واحنا ليه بنسعى للمشاكل؟ وهنا بنقول دايما الحكم لابد ان هو يكون مذاكر. هنا في الحاله هو سمح باستمرار اللعب، وكان من رايي ان هو يوقف. لو انت عندك نيه انك انت تدي بطاقه صفراء ثانيه كان يجب عليك في نفس اللحظه توقف وتدي الثانيه، ولكن انا لا اسمح ابدا بسقوط اللاعبين يا اسامه علي. انا كحكم طالما ما عنديش قناعات باللعبه، خاصة ده الإنذار الثاني يا أسامة. بالظبط. يعني عارف لو الإنذار الأول هقول لك ماشي مفيش مشكلة. الإنذار الثاني كان القرار يجب أن يكون عند معروف بأن هو مباشرة لو عندك النية في الطرد كنت وقفت وكنت اديت الثانية وكنت اديت البطاقة الحمراء، ولكن ضغوط اللاعبين عليا كحكم غير مسموح أن حد يضغط عليا في القرار. خطأ مركب. هنا كابتن ناصر، هنا كابتن ناصر، هل الحكم حط نفسه في موضع شبهة؟ ان هو استجاب لضغط لاعبي نادي الزمالك في انه يصدر قرار تاني يوازن المباراه بعد كارت احمر لمحمد عواد. شوف انا قلت شرحي للعبه حاجه مهمه تانيه يا فارس، لو كان هناك نيه للطرد عند محمد معروف كان في نفس اللحظه، لان البطاقه الثانيه أيوة. ما بتستناش، كان بالزبط. ساعتها كان ساعتها خد الحمراء على طول. انما القرار اللي اتاخد عكس ما احنا قلنا، القرار اللي اتاخد ان هنا كان فيه، وانا بقول للحكام دايما لا تسمح لاحد ابدا من اللاعبين او من الجهاز الفني هو ياثر على قراراتك التحكيميه، انت الوحيد اللي انت بتاخد فيها القرار. طب هو كان ممكن ينتظر يا كابتن ان الكره تخرج بره، ولا اللي عمله ده صحيح بعد ما الكره اتنقلت اكتر من اربع او خمس تمريرات قام وقف اللعب وقام ادى للاعب انذار، لدرجه ان البعض تخيل ان الانذار الثاني ده نتيجه تفوه اللاعب بحاجه جنب محمد معروف؟ سؤال مركب وهنقعد فيه كتير شويه اسامه، معلش تسمح لي يا فارس. بقول ايه؟ اتفضل. طب بقول ايه؟ البطاقه الثانيه اللي انت بتديها للاعب من فضلك ما تاخرهاش وتخلي اللاعب يتواصل. ليه؟ عشان هتعمل نفسك مشكله. زي ما قلت هذا اللاعب منين؟ من البنك الاهلي. طب لو البنك الاهلي النهارده واللاعب ده موجود، سؤال والهجمه مشيت واللاعب ده جاب هدف يا كابتن اسامه، يا كابتن وهو كان المفترض ياخد الحمراء قبل ما يجي الهدف. ثاني لو هنفترض ان انا النهارده ما وقفتش وكان في نيتي او كان اللاعب يستحق البطاقه الثانيه او البطاقه الحمراء ومشيت اللعب وراح الهجوم للبنك الاهلي وهذا اللاعب جاب هدف، كنا نرجع للفار بالتاكيد يا كابتن. انا هنا بقى هترجع للفار. الله عليك يا كابتن. بس خلي بالك في نقطه مهمه، الفار ما بيرجعش في الانذارات. بالظبط. ده هيبقى الانذار الثاني. لا مش هرجعك في الانذار، ده قرارك في الملعب انت ما خدتوش، خلاص انت تتحمله. الفار بيجيبك في حاله الكارت الاحمر المباشر. لا يا كابتن، كان ممكن يجيبه ان الكره فيها فاول مش طرد او انذار الاول. بس خلي بالك في حاجه نقطه مهمه. ما هو بص يا كابتن، انا قلت لك لعبه مرتبه ليه؟ طب خلي اللعبه دي يا كابتن راحت للزمالك، وبعدين هنا ساعه ما بتروح للزمالك انا كبار ما براجعش بقى خلاص. بالظبط. بتبقى لعبه جديده. هتبقى برافو عليك يا بربر، هتبقى لعبه جديده ما اقدرش اتدخل. بالظبط. يعني انا كحكم دخلت نفسي في مشكله وكان ممكن ان انا اخد القرار السهل لو انا في نيتي البطاقه الحمراء، بصفر وبدي الحمراء صفرة في الحمراء وبخلص نفسي كده. حضرتك بحييك طبعا، حالة مهمة جدا جدا
حكامنا يتعلموا منها يا فارس واسامه. حضرتك قلت حاجه كابتن ناصر للحكام كمان، يعني اتمنى يكونوا سامعين. كابتن ناصر، انت ازاي ممكن بقرار تدخل نفسك في فكرة الخطأ المركب اللي ينتج عن عدم اتخاذ القرار في التوقيت؟ ودي نصيحة كابتن ناصر بيقدمها للحكام، مهم جدا طالما عندك القرار لازم تنفذ القرار عشان ما تدخلش في فكرة الخطأ المركب اللي يكون نتيجة تأخرك في اتخاذ القرار. أعتقد معانا حالات تانية كانت في مباراة البنك الأهلي والزمالك نستعرضها. معاك يا فندم. نستعرض الحالات على الشاشه. عندنا حاله طرد محمد عواد. لو في هنا حاله بقى محمد عواد، ودي كانت يا كابتن ناصر يعني حديث الجميع، وانا مش عايز ادخل في فكره تضخيم الخطا وتضخيم المشهد، ولكن عايزين الاول الراي الفني في هذا التداخل من فكره عواد. حضرتك بتشوف اصلا اللعبه تستحق الكارت العواد، ولا كانت اللعبه لا تستحق اتخاذ كارت لعواد ان هو يتم طرده؟ وشفنا اللعبه الفار استدعى الحكم محمد معروف وخدت جدل كبير جدا جدا. راي حضرتك ببساطه، هل اللعبه اصلا كانت تستحق طرد عواد ولا المخالفه لم تكن تستحق البطاقه الحمراء؟ شوف يا كابتن فارس، هذه اللقطه اللي خدت جدل كبير، بنحترم كل اراء المحللين وده شيء واجب علينا كلنا، وكل واحد دي قناعاته في تحليله. ولكن انا في هذه الحاله زي ما قلت لما طلع دكتور بريرة، انا حللت هذه الحاله يا فارس في يوميها. يمكن البعض اختلف اللي قال يستمر ده حقيقي مش مخالفه، وانا قلت ليه المخالفه وقلت ليه المخالفه ليه يا فارس يا اسامه في هذه الحاله. العوامل اللي حضرتك بتستند ليها، خليني اقول لك ايه هي الاعتبارات. في حاجه اسمها اعتبارات القرار يا استاذ. يعني انت بتاخد القرار كحكم عشان في اعتبارات الحاله. لو ودوت حاجه اسمها الكونفدريشن او الاعتبارات، احنا بنحافظ على حكامنا، ما فيش قرار هتاخده الا ما تبقى فيه عندك اعتبارات القرار. هنا اعتبارات القرار يا كابتن اسامه يا فارس، انا لاعب مهاجم رايح بالكره بسرعه، وبالتالي نجحت في لعب الكره. طبيعي ان انا لما الاقي المدافع بيحاول ان هو او الحارس بيحاول يبقى فيه عندي مهاجمه، انا الطبيعي ان انا بحاول افادي نفسي عشان يعني ما يبقاش في اصابه بالنسبه لي. حصل هنا اللاعب المهاجم نجح في لعب الكره تماما تماما تماما، وحاول ينط عشان يتفادى نفسه. هنا لما انا بنط، اي تلامس يا اسامه يا فارس وانا بتكلم، والكلام ده يفهموه اللعيبه كويس قوي، وانا جاي كمهاجم بسرعتي، اي تلامس في الوضعيه اللي انا طبيعي فيها طبيعي هتقع، طبيعي ان انا يبقى في اختلال توازن طبعا. وهنا التلامس كان موجود بالجسم اسامه في القدم. التلامس موجود والمخالفه موجوده، ودي محتاجه حكم يكون عنده موهبه عاليه جدا جدا جدا. على فكره معروف خد القرار في الملعب وكان قراره سليم، لم يتردد في اشهار البطاقه الحمراء لان دي تعتبر فرصه محققه لتسجيل هدف. المعايير موجوده في الفرصه المحققه، هذا اللاعب كان منفرد تماما، ما كانش فيه مدافع قبليه، وبالتالي هنا اشهر البطاقه الحمراء. انا هنا القرار لو ما عنديش زاويه واضحه لحكم فار، خلي يعني ادعم قرار الحكم يا استاذ عكاز. دي لعبه صعبه، كنت مفترض ادعم قرار الحكم عشان اجيب الحكم، والحكم يجي يشوف زاويه والثانيه والثانيه، الحكم مش شايف مش مقتنع بان مفيش مخالفه، وبالتالي هنا رجع محمد معروف خد القرار الصحيح، بطاقه حمراء والمخالفه موجوده لمنع تسجيل هدف محقق، وانا بقول برافو محمد معروف. يعني يمكن كابتن محمد معروف قدم اداء يعني متباين شويه في المباراه دي، لكن حضرتك بتشيد بيه في اللقطات اللي خد فيها القرار المناسب، وايضا بتقول وجهه نظرك في لقطات لم يتخذ فيها القرار المناسب من الناحيه التحكيميه. لكن عندنا لقطه اعتقد هنقف عندها ايضا، وهي احتساب ركله جزاء على نادي الزمالك نتيجه لمسه يد وصفاره في ظل في فرصه محققه لفريق البنك الاهلي، ثم عوده للحالة المكانية. هنا ما بيتمش الاستدعاء لما بيكون الأمر متعلق بالمكان، فعلى طول عاشور اداله كونفيرم إن الكرة خارج منطقة الجزاء وليس داخل منطقة الجزاء. الكرة دي يا كابتن مركبة برضو بعض الشيء، لأن كانت في فرصة مؤكدة إن كان ممكن واللمسة اليد خارج ال 18 لاعب البنك الأهلي ينفرد ويسجل. طيب أسامة، أنا هسألك سؤال وأنت حكم المباراة. اتفضل. عشان نوسط الأمور للجماهير والمشاهدين. لو انت حضرتك مكان محمد معروف كحكم، هات بس اللقطه الاولى بعد اذنك، بعد اذن حضرتك اللقطه الاولى او الصوره الاولى اللي قبل دي اللي قبل دي. اتفضل. والسؤال اللي حضرتك كله بيقوله فات، لو انت حكم المباراه، هرجع بس اللقطه الاولى عشان نوضح
نوضح يا فارس اللي لا ايوه دي حكم. ايوه قدام حضرتك يا كابتن. انا هنا كحكم دي صوره جايبه الموقف، ولكن في موقف بعد كده اللاعب انفرد. بالظبط. اللاعب كان في حاله انفراد. ايوه. انا كحكم عندي اوبشن اللي هو ايه؟ اخلي اللعبه تواصل. وامنح الفرصه يا كابتن، لان دي ممكن كان يتم تسجيل منها هدف. امنح الفرصه لان كان ممكن يجي تسجيل منها. هو هنا معروف خد القرار باحتساب ركله الجزاء. اذا هو النهارده لما خد القرار ده باحتساب ركله الجزاء، هو متاكد تماما المخالفه من داخل منطقه الجزاء مش من الخارج. طب تسالني عشان بس يبقى كلامنا موحد، هو في حد بيدي فرصه في ركله الجزاء؟ وانا كحكم حدي الفرصه بالظبط ولا احسب ركله الجزاء الافضل؟ احسب ركله الجزاء. ده اللي انت جاوبت يا احمد يا اسامه ويا فارس. هو هنا ايه؟ هو اشتغل على الاضمن، لان انت عارف لو سمح باستمرار اللعب واللعبه راحت واتشاطت واتصدت وبتاع ورجع حسب هيلاقي اعتراضات وكده، ولكن هو خد القرار بان هنا كان في مخالفه داخل منطقه الجزاء لان السفاره كانت طلعت يا اسامه. هو هنا عمل اللي حضرتك كنت بتطالبه فيه في حاله الطرد، ان هو خد القرار على طول وما تدخلش في فكره ان انت تدي فرصه او ان انت تدي اللعب يستأنف يعني. هايل يا فارس، هايل هايل. شفت انت قلت ايه؟ هو هنا خد القرار من وجهه نظره ان المخالفه من داخل منطقه الجزاء وليس خارج منطقه الجزاء، ولكن انا بقول القرار هنا من وجهه نظره كان هو خد القرار، وده يحسب للحكم ان انا خدت قرار، يعني مش ما خدتش قرار. هنا الفار طبعا دي اسمها حقيقه مكانيه يا اسامه يا فارس، يعني بالظبط ما يتمش استدعاء الحكم فيها بالزبط. عشان اقول له الكره من خارج هذه الاحداث او الحالات هي دي شغلة الفار. تمام. عندنا بقى حاله يا كابتن، يعني عشان نبقى قفلنا باب مباراه الزمالك والبنك الاهلي وتدي لنا في النهايه تقييم للكابتن محمد معروف، زي ما قلت لحضرتك يعني في تباين في القرارات، وهي حاله بنرجع تاني للقطه انذار محمد، انذار لاعب فتحي، محمد فتحي لاعب البنك الاهلي، وكانت في كره في المباراه ممكن نستعرضها بتاعت محمد عبد الغني في نفس المباراه دي، كان في فرصه لاستكمال اللعب الكره دي يا كابتن. هنا محمد عبد الغني حصل تداخل، ولو نقدر نجيب التداخل اقرب نعمل زوم على التداخل، محمد معروف هي دي، محمد معروف هنا لم يصفر فاول، وادى اتاحه اللعب لفريق البنك الاهلي ولم يعود لمنح محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك انذار. ممكن اقول حاجه؟ يشتغلوا في التحكيم يا اسامه انت وفاء. حبيبك يا كابتن ناصر. لا احنا هنا عشان نعرف معيار الحكم في المباراه بس. شوف يا كابتن، هقول لك على حاجه مهمه. لما يكون في خطا بتهور ويستحق البطاقه الصفر، عندما يمنح الحكم الفرصه اتاحه الفرصه يعني، لابد ان انا اعود بالبطاقه، لابد ان انا اعود بالبطاقه. ثاني، لما اللاعب يرتكب مخالفه التهور وانت حابب تدي الفرصه، ما عنديش مشكله. بس اول توقف للاعب بترجع تدي البطاقه الصفراء للاعب اللي ارتكب المخالفه. عندك حلين، يا توقف المباراه وتشهر بطاقة الصفراء، يا اما تسمح باستمرار اللعب. هرجع لنقطه مهمه، لو الانذار الثاني والبطاقه الحمراء ما تستمرش بالظبط، وقف ودي الحمراء. اما لما يكون لا الانذار الاول ما عنديش مشكله، اسمح باستمرار اللعب، بس لابد انك انت ترجع للبطاقه نتيجه التهور. هذا سلوك يا كابتن اسامه، كابتن فادي، هنا اللاعب كان يستحق البطاقه الصفراء في هذه الحاله. تمام يا كابتن، يبقى هنا برضه معيار محمد معروف لم يكن يعني واحد في هذه المباراه. هو هنا بقى القصه وهي دي القصه. كابتن ناصر حضرتك يعني زي ما اسامه قال، اشدت بمعروف في بعض الحالات وانتقدته في بعض الحالات، ويمكن انا شايف فكره المعيار، يعني حتى حضرتك قارنت ما بين اللعبه اللي كان فيها الطرد وازاي هو ما خدش القرار على طول، ثم اللعبه اللي كان فيها فكره ركله الجزاء وان ما حدش بيدي فرصه في ركله الجزاء. هنا حضرتك بتشوف الحكم اللي ربما يكون في بعض المواقف بياخد قرار صح جدا والطبيعي ان الحكم ياخده، والطبيعي ان الحكم الجيد كمان ياخده، ثم في حالات اخرى يكون معياره مختلف. فمش قصه معروف بس، حضرتك تقييمك ان ليه دايما حكامنا داخل المباراه الواحده بيكون عندهم، بنشوفها كتير قوي يا كابتن ناصر، نفس اللعبات او نفس المنطق ويكون عنده تباين في القرار، ده بيكون اسبابه ايه؟ قلت حاجة جميلة بحييك عليها، مش مجاملة ليك والله ولا لأسامة ولا لفارس، والله ليه الجمهور. طب قول لي الاتحاد الدولي أو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي بتشتغل على إيه يا كابتن فارس؟ بتشتغل على المعايير الواحدة. يعني إيه المعايير الواحدة؟ خلي معيارك دايما كحكم في المباراة معيار واحد. في احتساب المخالفات، في البطاقات والعقوبات الانضباطية، في الكرة الحمراء. خلي دايما معيارك في احتساب المخالفة، لمسة يد هنا معاييرها موجودة احسبها،
نفس لمسه اليد لابد انك انت تحسبها. هم هنا الناس بتشتغل على هذا الكلام يا فارس يا اسامه، يعني طبعا. كل المحاضرات اللي بتتم القائها على الحكام، يا جماعه من فضلكم خلي معاييركم كلكم، مش بقى مش بتكلم حكم واحد، بيبقى في 40 50 حكم بيجيبوا الحالات، بيقول لهم خلي دايما معاييركم كحكام واحده. ليه؟ باجي الاقي اسامه بيحكم مباراه لعبه تستوجب بطاقه ما بيديش، بلاقي فارس بيلعب المباراه الثانيه بيدي فيها بطاقه، ده من شانه بيعمل نوع من نوع عدم الاستقرار للحكام طبعا. فهنا بنقول المعايير الواحده، ودي كانت الظاهره اللي كان يمكن اسامه كان بيتكلم فيها، ظواهر الظاهره من الثلاث جولات، ظاهره المعايير الموحده ما كانتش موجوده في الثلاث جولات يا كابتن، كانت نتيجه تفاوت قرارات الحكام في ميدان الدعم. تمام. عندنا مباراه سموحه والمقاولين العرب، لو نستعرض نستعرض حالتها، كان الحكم طبعا محمود وفا، وكان محمد حكم الفار محمد علاء هاشم. يعني عندنا اللعبة الأولى دي استدعاء الفار لاحتساب ركلة جزاء. كابتن ناصر الصورة قدام حضرتك، تبدأ تشرح لنا اللعبة. تمام كابتن، بنفسر والله النهاردة أنتوا عملتوا حلقة تحكيمية، بنفسر المسك أو الشد. احنا قلنا المسك والشد امتد داخل منطقة الجزاء، يعني لو استمر داخل منطقة الجزاء لما الحكم بيحسب من داخل منطقة الجزاء، هنا كان الشد خارج منطقة الجزاء. محمود وفا حكم من الحكام السعوديين الواعدين اللي يمكن في الاحداث او زحمه اللاعبين المهاجمين هو ما شافش الشد ده يا كابتن اسامه يا فارس. هنا الشد استمر داخل منطقه الجزاء، وبالتالي هنا كان دور الفار طبعا دور يعني هو هنا الفار بيتدخل. المخالفه كانت استمرار المسك من داخل منطقه الجزاء، وبالتالي هو هنا لما جاب الحكم جاب له الواقعه والحادثه ان الحاله من داخل منطقه الجزاء، وهنا ركله جزاء صحيحه نتيجه المسك، وكان الفار هنا كان استدعاء للحكم كان قرار. معلش يا كابتن ناصر اقف عند الحته دي مع حضرتك، لان كتير جدا من الناس الحالات دي بتتكرر، ودايما فكره المسك بدا فين وانتهى فين. حضرتك بتقول ان فكره المخالفه لو بدات من بره منطقه الجزاء واستمرت الى داخل منطقه الجزاء، احنا معيارنا المخالفه استمرت لحد فين؟ يعني لو هو كان عمليه المسك دي قبل ما اللاعب يدخل منطقه الجزاء على طول وما استكملش المخالفه، ما فيهاش اي ركله جزاء. انما اللي حضرتك استندت ليه ان المخالفه استمرت، مظبوط كده؟ تمام يا فارس. بنقول ايه؟ لو انا كان لاعب شديت اللاعب المهاجم، انا بعاقبك على الشد لحد فين وقف؟ طب انا شديتك من خارج منطقه الجزاء وسبتك، انا هنا المخالفه بتتم احتسابها من خارج. المخالفة الوحيدة، وده يعني والله بنتكلم كلام مهم قوي، المخالفة الوحيدة اللي هي إذا استمرت بنحسبها من الداخل اللي هو مسك أو الشد. يعني لو أنا أقول العرقلة هنا يا كابتن أسامة، لو في هنا عرقلة، العرقلة خلاص بتحصل من مكانها، من مكانها، سواء هي جوه بحسبها ركلة جزاء، من بره بحسبها مخالفة ركلة حرة مباشرة. ولكن الحاجة أو الركل أو الضرب بيتحسب من مكان. أما الشد إحنا كحكام احنا بنصفر عليه لحظه انتهاء الشد والمسك. هنا زي ما حضرتك قلت كده، الشد او المسك استمر داخل منطقه الجزاء، وبالتالي هنا كان القرار صحيح من المخالفه كانت داخل منطقه الجزاء. رجل لاعب المقاولين على الخط، يعني حتى قبل استمراره كان رجل لاعب المقاولين على خط منطقه الجزاء، وهي جزء من منطقه الجزاء. طب انت رحت النقطه ثانيه، يعني ما اعرفش. طيب ما انا قلت لكم يا جماعه انتم محاضرين بقى، والله ما بهرج. اتفضل. هنا عشان نوضح للناس، لان في حدث كلام في مباراه ما، وكان الحكم قال ان ثلاث ارباع الكوره خارج والربع داخل. ايوه. بنقول يا كابتن اسامه يا كابتن فارس، الخطوط من ضمن المناطق المحيطه بها. الخطوط اي جزء من الخط هو ضمن المناطق المحيطه بها. هذا الخط هو ضمن منطقه الجزاء. اي جزء من هذا الخط لو المخالفه تم ارتكابها عليه، المخالفه تحتسب من الداخل وليس من الخارج. تمام. شوف تاني اهو. زي ما بنقول كده، بنقول هنا في رجل اللاعب، الرجل هنا على، ولكن هذه اللقطه لو احنا في لقطه ثانيه، اللقطه بعدها استمر للداخل، ده استمر من جوه يا كابتن اسامه. خلي بالك اللاعب هنا حد ما اللاعب دخل تماما كله جسمه جوه، كان الشد ما زال كان موجود. معانا حاله ثانيه في المباراه؟ عندنا حاله ثانيه في الدقيقه 26. الحاله دي يا كابتن يعني يمكن لمسه يد على مدافع فريق المقاولين، واعتقد دي بتؤكد على اللي حضرتك قلته في كره محمد هاني، الايد جوه الجسم. هنا حكم المباراه للحقيقه محمود وفا خد قرار مباشر باحتساب ركله جزاء على لاعبي على مدافع المقاولين العرب. تمام. سامح، احنا قلنا
معاييرنا في احتساب مخالفه لمس الكره بالايد، هل الايد مضمومه مش واخده حيز ولا مفتوحه منعت الكره؟ واخده حيز ومكبره الجسم. هي دي المعايير اللي احنا بنتكلم عليها يا كابتن. يبقى اللعبه دي لما تيجي ل 50 حكم، ال 50 حكم يحسبوها يا كابتن. معيار واضح وفي وضع غير مبرر، وفي وضع غير مبرر، يعني لا ايد داعمه ولا غيره، في وضع غير مبرر. برضك هنرجع تاني يا كابتن احمد اسامه، اتكلمت المبرر دي ده في القانون. بنقول امتى الايد تبقى مبرره وامتى مش مبرره؟ خلي بالك ده قصه كبيره جدا، ولكن هنا بنقول دايما 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 ان هنا الايد عندما تخرج خارج نطاق الجسم وتاخد حيز لابد هنا القرار يبقى مخالفه لمس الكره بالايد، وهنا ده القرار اللي اتاخد كان قرار صحيح من حكم المباراه لم يعترض عليه احد في هذه اللحظه. عندنا بقى لعبه يمكن حسام حسن دايما حظه وحش يا اسامه في موضوع الشد، يعني انت مش عارف ايه قصه حسام حسن مع الاهلي، قلنا يمكن القصه في الاهلي لا والمقاولين والمقاولين يعني هو ساب الاهلي وراح سموحه برضه جاله بتوع المقاولين برضه المسك. هنا بقى الخطوره يا كابتن ناصر ان لا الحكم احتسب ولا الفار استدعى، فراي حضرتك في الحالات اللي دايما ما بيكونش اتخذ فيها قرار انضباطي او قرار اجرائي باحتساب المخالفه هنا بيكون مهم جدا، هل اللعبه دي من وجهه نظر حضرتك كان يستحق فيها حسام حسن ركله جزاء ولا لا؟ وزي ما بناكد لا الفار استدعى ولا الحكم احتسب. تمام تمام يا فارس، هنا بنلاقي المهاجم قدام اللاعب المدافع خلف، في فرق بين اللاعب المدافع يكون خلف وانا كمهاجم قدام، انا قلنا الشد ممكن يكون من الاثنين لعيبه مع بعض، ده بيشد وده بيشد، الكلام ده لما يبقى الاثنين جنب بعض، هنا بنشوف من راحه حسام حسن هو الامام اللاعب المدافع، وهو هنا حسام ما مسكش اللاعب حتى ولا حاول ان هو يمسكه تماما، وكان مركز قوي في اللعب. بنشوف هنا طبعا المخالفه هنا المسك يعني واضح جدا جدا جدا. تاني بنقول محمود وفا من الحكام التعظيم، المسك موجود والمخالفه موجوده، وهنا يمكن الحكم في الاحداث داخل منطقه الجزاء اللعيبه كثيره ممكن ما يشوفش. هنا بقى دور الفار زي ما اشدنا بالفار دايما بنقول هنا لابد ان في هذه الحاله كان يتم استدعاء الحكم فيها، لان انا شايف ان مخالفه ركله جزاء كانت موجوده. يبقى هنا كان محمد علاء هاشم كان المفترض يتدخل. عندنا مباراه الاتحاد والجونه كابتن نصر، يعني يمكن واخدين حضرتك اخطاء تحكيميه وكتير في مباريات الجوله. هو برنامج يا كابتن انت جبت ثلاث اسابيع كلها، يعني احنا اعتقد احنا غطينا كل الحالات التحكيميه بتوع ثلاث اسابيع. طبعا عندنا الاتحاد والجونه، وطبعا كان حكم المباراه احمد حمدي، وهنا حكم الفار حكم دولي كابتن محمد عادل، وعندنا في لقطات هنقف اكيد عندها في هذه المباراه، يمكن في الدقيقه السابعه هدف صحيح لصالح الاتحاد، الحكم المساعد اشار تسلل لكن الفار كان واضح، واعتقد هي بالعين المجرده يا كابتن ناصر مش محتاجه تدخل تقنيه. معلش يا اسامه قبل بس ما كابتن ناصر يروح الحاله عايز اساله حاجه. بالنسبه لاحمد حمدي كابتن ناصر حكم يعني ما خدش مباريات كتير كبيره او ذات حساسيه او لفرق جماهيريه، هل حضرتك بتعتقد ان تعيين محمد عادل في الفار لانه حكم كبير في المباراه دي كنوع من انواع الدعم يعني الحكم، ولا 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 تفسير حضرتك ايه لتعيينه؟ خرجتنا من التحليل يا فارس، دخلتنا في التعيينات. طيب يعني انا التعيينات النهارده الراجل انا شايف بامانه ما عندوش حكم كبير وحكم صغير. يعني بنشوف النهارده محمد عادل بيقعد في الفار، محمود عاشور بيقعد في الفار، كل احمد الغندور يعني كل الحكام الكبار النهارده بتقعد في الفار، وهي دي استراتيجيه الراجل اللي احنا ممكن نقعد حلقه نتكلم الراجل عاوز ايه بالظبط من حكامه اللي احنا للاسف مش سايبينه يشتغل ونبتدي نهاجم فيه من اول ثلاث جولات. هنتكلم في محمد عادل والنهارده هو حكم كبير. احمد حمدي حكم مش قليل يا اسامه يا فارس، ولكن دايما مش محظوظ والله، يعني حكم كويس قوي 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 بس مش محظوظ للاسف في المباراه ديت، هو في اخطاء كتيره فاتت عليه، وكان حظه ان النهارده محمد عادل موجود على الفار. ما هو ده بقى اللي انا قلت عليه، يعني بقول ان محمد عادل النهارده هو نجم هذه المباراه، لان لو شفنا الحالات التحكيميه هنلاقي في حاجات كتيره جدا جدا لو الفار مش موجود كانت بقت مشكله في المباراه. بالظبط، نستعرض بقى الحالات لكابتن ناصر، لان ربما اهميه وجود محمد عادل في المباراه دي ان المباراه دي كانت هتروح لازمه كبيره جدا. دي الحالات يا كابتن. تمام. زي ما قلت النهارده بنقول الف ب للمساعد، حاجتين تشتغل عليهم. ربط، ازاي تعرف تربط ما بين لمس الكرة اثناء خروجها وموقف التسلل؟ دي نمرة واحد، بتحتاج حاجتين يا اسامة يا فارس، وهي لابد ان يكون في تمركز صحيح مع اخر ثاني المدافع، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لازم أن تربط ما بين لحظة الكرة وهي طالعة. دي مهمة جدا،
لو انت ما قدرتش تربط لحظه الكره مش هتعرف تحدد لاعب في موقف سهل او لا. وبالتالي انا شايف لعبه سهله جدا كان يجب استمرار اللعب. يعني صعبه قوي يعني. عندنا لقطه يا كابتن يعني هي مثيره للجدل، هي لقطه ضربه الجزاء في الدقيقه 94. دي كان فيها كلام كتير جدا، ويمكن كابتن علاء عبد العال طلع يتكلم فيها بعد المباراه، وعايزين ناخد راي حضرتك لو اللقطه جاهزه يا جماعه ممكن تعرضوا لنا اللقطه. هي ركله جزاء جاء منها هدف التعادل للاتحاد. احمد حمدي عدى الكره بشكل طبيعي جدا، وبعدين استدعاه الكابتن محمد عادل فغير قراره واحتسب ركله جزاء. لو في صوره اوضح للقطه دي عن قرب كده عشان كابتن نصر يتكلم ويبقى الساده المشاهدين شايفين اللقطه بكل ابعادها. ايوه اللقطه دي كويسه جدا. تمام تمام يا اسامه، هنا بنتكلم في هذه اللقطه، هنا البعض حلل، وزي ما قلت احنا بنحترم كل المحللين فوق دماغنا، ويجب ان احنا كمان نحترم حكامنا، وزي ما قلت من خلال النادي الاهلي احنا بنطلع ما يجب تطويره فقط ولا ننقض الحكام. صحيح. وبنطلع اجابات الحكام ايضا. هنا الحكم امر باستمرار اللعب، انا شايف من وجهه نظري ان محمد هنا المخالفه موجوده بالقدم من تحت والعرقله موجوده، يمكن ربما احمد حمدي ما شافش الحاله، وبالتالي هنا المخالفه موجوده، تم استدعاء الحكم وتم احتساب ركله جزاء صحيحه لنادي الاتحاد نتيجه الاعاقه بالقدم السفلى للاعب نادي الاتحاد. كابتن بس خليني اقول لك هنا في يعني البعض ذهب لفكره ان لاعب اللي لابس اخضر وهو لاعب الاتحاد هو اللي خد الفعل، هو اللي خد الاكشن، هو اللي رجله اليمين اترفعت والكره كانت من صدر لاعب الجونه يعني بيستحوذ على الكره ورجله الاثنين ثابتين على الارض. زي ما قلت احنا بنحترم كل الناس كابتن اسامه، ولكن انا هنا بتكلم في هذه الحاله، دي الحاله هنا اللاعب المهاجم هو رايح يتنافس، وبالتالي هنا التنافس مشروع ما بين اللاعبين يا كابتن اسامه طالما ما فيش مخالفه. انا حابب اروح لكورتي وانت حابب تروح لكورتك، ولكن هنا الخطا تم ارتكابه من مين في الاول؟ هنا اللاعب الاتحاد هو رايح لكورته، خلي بالك، وبيتنافس على كورته، هنا باهمال من اللاعب المدافع، هنا بقول في اهمال، مش هقول ان هو عن تعمد، ولكن الاهمال يحاسب عليه في القانون بمخالفه. هنا الاهمال كان موجود من اللاعب المدافع، وتحليلك مهم جدا وبحترم تحليلك طبعا وبحترم كل اللي قاله، ولكن قناعاتي انا في هذه الحاله انا باخد هنا المعير. انت عارف يا كابتن نصر انا بتبنى دايما يعني وجهه النظر الثانيه، وخاصه انها كانت وجهه نظر مطروحه يعني، فعشان كده حضرتك بتوضح اكتر. اؤكد كلامك وبحترم كلامك يا اسامه، وانا عارف طبعا انت وفارس قد ايه بتدرسوا الحالات، والنهارده انتوا بقيتوا خبره تحكيم، لكن زي ما قلت بنحترم اراء، هذه حاله تقديريه يا اسامه يا فارس، قد نختلف ونتفق، وهنا لما بلجنه الحكام في الاتحاد الدولي بتقعد مع حكامها هذه الحالات بتبقى موجوده وبينقسموا عليها ما بين مؤيد ومعارض، بس احنا ولكن انا قناعاتي او اعتباراتي في القرار هنا استدعاء محمد عادل للحكم في هذه الحاله كان استدعاء صحيح. ماشي، احنا مهم كمان ناكد ان في نفس المباراه في الدقيقه 13 كان في ركله جزاء اللي هي لم تحتسب للجونه، وبرضه محمد عادل استدعى واحتسبت، يعني احنا هنا بنتكلم في الحكم كان عنده ركلتين جزاء يغيروا نتيجه المباراه وما خدش القرار الفني داخل المباراه دي. والهدف نفسه طاقم التحكيم دي مهمه جدا حضرتك ايضا تعلق عليها، عشان بس نكون بنعكس فكره. انا ليه سالت حضرتك على محمد عادل؟ لان ده انا بدات من حيث حضرتك لازم هننتهي، ان لو لم يكن حكم الفار صحح قرارات الحكم كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا في المباراه. فارس هقول لك على حاجه مهمه، واحنا بنتكلم في ظاهره الاسبوع، وانا قلت يمكن من ضمن الحاجات، من فضلك يا حكم لا تعول على حكم الفار. يعني ما تبقاش انت حاسب ان الفار هيلحقك في كل الحالات، اعتبر ان الفار مش موجود. ودي من ضمن الظواهر ان بنعد الحكام بينزل مباراه يا فارس بيعتمد على حكم الفار. احنا بنقول الفار ده اداه مساعده، من فضلكم يا حكام مصر من خلال قناه النادي الاهلي بقول لكم من فضلك انزل انسى ان في فار. خلي الفار للحالات الصعبه جدا جدا، انك انت تكون بعيد ما عندكش زاويه ما شفتهاش، لكن الحالات مثل هذه الحالات حالات سهله. ودي من الظواهر اللي احنا بنقولها للحكام. بيتور بيريرا قال ايه؟ وخلي بالك هتكلم قبل ما اتكلم في اللعبه. قال لهم اللي هيروح للفار اكتر من مره تقييمه عندي هيبقى تقييم اقل من الطبيعي، بمعنى ايه؟ كل مره هتروح للفار فيها ويغير قرارك على الاقل هيتخصم من تقييمك 3 من 10 من الدرجه. هنا الحكام في رعب، في خوف، كل واحد نازل خايف. طب لما انت خايف لابد يبقى عندك تركيز، لابد ان عندك اهتمام، لابد انك انت تكون عندك توقع بالمواقف والاحداث عشان تاخد القرارات الصحيحه. هنا محمد عادل زي ما حضرتك قلت
يعني انا بقول وجوده هنا في ركلتين جزاء الحكم لم يحتسبهم هو كان سبب في ان المباراه تعدي بشكل جيد يعني. تمام يا كابتن نصر. عندنا مباراه زد وبلديه المحله، الحكم محمد عباس ابيل وحكم الفار مصطفى مدحت، عندنا بطاقه حمراء وركله جزاء. هنا يا كابتن خلينا نستعرض الحاله الاول عشان دي الحاله بتاعه البطاقه الحمراء للاعب بلديه المحله. بالظبط هو ده الفرق اللي احنا بنتكلم فيه. هناك حكام تاخذ القرارات في الملعب دون استدعاء الفار. محمد احمد عباس مايو حكم من الحكام الصاعدين الواعدين اللي هو لسه يا دوبك الراجل فيتور بيريرا بيديله السنه دي وواثق فيه. ده حقيقي. وده اللي احنا بنقوله النهارده، الراجل بيحاول يمنح الحكام الصاعدين الفرص. وهذا الحكم اثبت نفسه في قرارين مهمين جدا يا اسامه يا فارس في هذه الحاله، اللي هو لم يتردد لحظه ارتكاب المخالفه والستارز رايح في وجه اللاعب. هنا بنقول هنا يا كابتن، هنا بنقول هذه اللعبه في القانون استخدام قوه زائده. بنقول ان الوجه ده منطقه حساسه، اي شيء بالحذاء بيروح في الوجه بطاقه حمراء ومباشره، وهنا الحكم لم يتردد في نفس الوقت خد الحمراء لا اعتراض، ولكن هنا الفار اكد على قرار ان استخدام الوجه في القدم في الوجه يجد معاملته بالبطاقه الحمراء، وده اللي حصل. قرار صحيح من حكم المباراه محمد احمد عباس، ومصطفى مدحت الحكم الفار اكد على هذا. وهنا يا كابتن ما نقدرش نقول ان الكره كانت تاكلنج، لان الحقيقه في حركه زياده من لاعب البلديه، رجله كانت على الارض. ما انا بقول لك يا كابتن خلاص انت حلل بقى، وانا ما هقعد في الحركه الاضافيه دايما بنقولها للحكام. ما اقدرش طبعا يا كابتن، احنا بنتعلم من حضرتك، الكلام اللي احنا بنقوله ده بنتعلمه من حضرتك. بنقول الحركه الاضافيه هحاسبك عليها يا لاعب. يعني ايه؟ حضرتك رحت لعبت الكوره نجحت في لعب الكوره، ده مش معناه ان انا انت معفي من المخالفه. لو في حركه اضافيه بقدمك او بالزبط. بايدك او هحاسبك عليها. وده اللي حصل في هذه الحاله. كان معانا حاله ثانيه في الدقيقه 58، ركله الجزاء لصالح البلديه. هل حضرتك ركله الجزاء دي صحيحه ولا عند حضرتك راي اخر فيها؟ هنا الحكم كان قريب جدا جدا، لو كان معانا اللقطه هنشوف ان الحكم كان عنده توقع بهذه الحاله. يعني ايه؟ قلنا دايما اللي يبقى عندك توقع اشعر او حس ان في حاجه هتحصل. هنا الرجل هنا خدت مرتين، واحنا بنتكلم على حركه اضافيه يا اسامه يا فارس في هذه الحاله. هنا كان في حاجتين، هل كره القدم تلعب بهذا الشكل؟ ده السؤال اللي احنا عاوزين نوضحه. بس لا طبعا، هل كره القدم تلعب بهذا الشكل او الرجل المرفوعه دي اللي هي بتروح في الجزء العلوي من جسم اللاعب؟ لا طبعا. هنا كان القرار هل المخالفه من الداخل ومن الخارج؟ هنا الحكم لم يتردد في احتساب المخالفه، واحنا قلنا الخط دايما دايما لو اي جزء من الواقع على الخط يبقى الخطوط من ضمن المناطق المحيطه بها، وبالتالي هنا كان ركله جزاء لم يتردد الحكم. وهنا بحيي مصطفى مدحت لان الحكمين دول يا اسامه يا فارس في هذه المباراه لم يختلفوا، والراجل كان عامل كونفيرم على القرارين، هي بتاعه حمراء وركله الجزاء الصحيحه. اذا حاله اجاده في مباراه زد وبلديه المحله من حيث القرارات التحكيميه. معانا اخر مباراه، مباراه فارك وسيراميكا، وائل فرحان حكم ساحه ومحمود الدسوقي كان على الفار، واعتقد عندنا دي بقى كابتن لقطه، يعني لقطه حالة. لقطه من اللقطات الصعبه جدا في لمسه اليد واخر دقيقه. لا بغض النظر عن التوقيت، هي لقطه من اللقطات الصعبه، لان اولا زوايا التصوير المره دي ما كانتش في افضل الحالات، ثانيا الكره ما بين مدافع ومهاجم، فعايزين حضرتك تشرحها لنا بلغه القانون. يعني انا عاوز اخد رايك يا فارس فيها انت الاول، بس انت واسامه ايه رايك في اللعبه دي؟ والله كابتن هي فعلا مع اسامه في حته كمان، زاويه التصوير هي صعبه جدا. انا عاوز القرار، عاوز القرار يا فارس. هل في مخالفه ولا لا؟ انا شايف ان هي ما فيهاش مخالفه بصراحه كابتن. تمام يا اسامه، ايه رايك فيها؟ بص يا كابتن، انا بشوف ان هنا القرب المسافه ما بين المهاجم والمدافع بتحول عن الرؤيه ما بين رؤيه المدافع للكره، وبالتالي بشوف ان المسافه قريبه جدا، فممكن دي تتحط بالنسبه للمدافع ان ممكن الكره يعني تميل الى عدم الاحتساب. نزنو كابتن نصف في الاعتبارات اللي كان بيقول لنا عليها. لكن هنا احنا يعني احنا متفقين يا اسامه يا فارس ان مفيش مخالفه. تمام. احنا لسه متفق معاكم ان احنا لسه ما عرفناش رايك يا كابتن. طب انا بس هحلل بس انا متفق معاكم طبعا، والله مش مجامله، ان هنا لا توجد مخالفه لمس الكره بالايد، وهقول اعتباراتي في القرار. حضرتك اسامه كلمت في ان اللاعبين يعني يكادوا يكونوا قريبين جدا من بعض يا فارس، وهنا بنشوف الكره هي بتسقط على الايد، يعني هي اللي بتنزل على الايد. وهنا بنتكلم في وضعيه اللاعب، وهنا وفي الماده
12 بنتكلم على مخالفه لمس الكره باليد، بنقول ايه للحكام؟ خلي بالك مفهوم كره القدم الحديث لابد انك انت تدرس وضعيه اللاعب، وهل الايد اللي انت كنت بتتكلم فيها يا اسامه هل هي مبرره ولا مش مبرره؟ ده السؤال المهم. بالظبط. السؤال المهم، انا هحاسب اللاعب، هل الايد هنا مبرره؟ ولا مش مبرره؟ هنا الايد مبرره نتيجه وضعيه اللاعب في هذه الحاله، اللي هي حركه الجسم، وبالتالي هنا الكره تسقط على الايد، الايد هنا لم ترتكب اي مخالفه بان هي راحت الكره او كبرت محيط الجسم، هنا كان استمرار اللعب في هذه الحاله كان الافضل، وهنا لا توجد مخالفه لمس الكره بالايد، ودي بالمعايير مش بالكلام بنطلع نقول لا دي مش شكل جزاء وخلاص، لا احنا بنتكلم بمعايير المخالفه هنا نتيجه قرب اللاعبين من الحدث والكره بتنزل على الايد والايد في وضع طبيعي مبرر لوضعيه الجسم وحركه الجسم في هذه الحاله. يعني يا كابتن نصر، يعني حضرتك حطتنا في دائرة الأحداث الأخطاء التحكيمية للجولة الثالثة، ولكن سؤال أخير، يعني البعض من خبراء التحكيم يعني بيوجه انتقادات لاذعة جدا لرئيس لجنة الحكام، واحنا لسه في الجولة الثالثة، ولكن وصل الأمر ان بعض خبراء التحكيم بيوجهوا التحكيم او الحكام نفسهم ان هم لا يستجيبوا لتعليمات رئيس لجنة الحكام، شايف القصة دي ازاي؟ شوف يا كابتن، خلينا نقول التحكيم افضل، يعني التحكيم ليه افضل علينا كلنا كحكام متقاعدين، خدنا حكام دوريين وكنا محاضرين وخدنا حاجات كتيره من التحكيم. التحكيم اكبر من اي شيء يا فارس، اكبر من اي حد. عندما يكون هناك لجنه حكام الكل يجب ان يحترمها ويقف بجانبها ونكون دائما داعمين ومساندين للجنه ولحكامنا. من غير ما اقول النهارده انا اسامه وفارس مسؤولين عن الحكام، واطلع اقول لحكامي من فضلكم اشتغلوا بمزاجكم، مفيش حد بيشتغل بمزاجه يا كابتن، كل التحكيم بمعايير بسياسه لجنه حكام. انا هذا الكلام لا يجب ان يقال للحكم، لان هنا لو الحكم ما عندوش ثقافه وفاهم هو فين بالظبط ممكن ينساق ورا هذا الكلام، وهتبقى كارثه. صحيح. ان كل واحد هيشتغل بمزاجه، لا. صحيح. انت حضرتك عندك نقد لجنه الحكام اتفضل قوله، ما يجب تطويره قوله، لو في نقاط سلبيه قولها، عشان كلنا عاوزين التحكيم يبقى ماشي كويس في مصر. النهارده بنتكلم في حاجه مهمه جدا. وهاخدك يا اسامه وفارس في حاجه. اتفضل. لحام بيه ده الحكم الموريتاني. حكم مباراه النادي الاهلي وسيمبا. اللي هي المباراه الذهاب تقريبا. صحيح. تنزانيا. من الذاكره. هذا الحكم دخل القائمه الدوليه عنده 27 سنه. ثاني، هذا الحكم دخل القائمه الدوليه 27 سنه. النهارده هو عنده 32 سنه، حكم دولي بقاله 5 سنين. عارف يلعب كام كاس عالم يا اسامه؟ هو لازم يصنف من حكام النخبه الافريقيه. عنده فرصه 3 كاس عالم بيقدر. طبعا بالظبط. هو عنده 36. ودي رساله بنقولها، النهارده عنده 32 سنه، النهارده هذا الحكم الدولي بقاله 5 سنين. خلي بالك من حكام النخبه، وادار مباريات كثيره جدا في دوري الابطال، وأدار 2019 بطولة أمم أفريقية، النهارده الاتحاد الأفريقي بيعول عليه، عنده فرصة. ده الرسالة اللي احنا بنقولها، رسالة إيجابية للجنة الحكام واتحاد الكورة. محتاجين حكم ما يبقاش عنده 40 سنة يخش القائمة عنده 40 سنة و42 سنة يا جماعة، عقبال ما يجي كأس عالم يكون هو بطل وخرج. من فضلكم جهزوا حكامكم، لأن التحكيم المحلي من شأنه إن هو يخرج لنا حكام في المحافل الدولية. أشوف أسامة بيلعب 2 كأس عالم يشرف التحكيم المصري، اشوف فارس في كاس العالم يشرف التحكيم المصري، من غير ان هو يخش حكم صغير، طب انت هتمنحه الفرصه والخبرات، هيبقى صعب جدا كده. صحيح. طيب صحيح. انا قلت لك سؤال اخير، ولكن من كلام حضرتك جالي سؤال يا كابتن. كابتن نصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الدولي، تقدر تحكم على تجربه اي رئيس لجنه حكام بعد قد ايه؟ بعد مده قد ايه؟ عشان نقدر نقول رئيس لجنه الحكام ده عنده قدره على انجاح منظومه التحكيم، أو إن رئيس لجنة الحكام ده احتمالات فشله أكبر من احتمالات نجاحه. السؤال ده أنا هقوله للبعض اللي هو بينتقد بيرير. هقول له لو حضرتك هتيجي تمسك لجنة الحكام محتاج قد إيه وقت عشان أقيم أدائك؟ أقل حاجة هيقولها لي، من فضلك إديني سنة كاملة أو موسم كامل وقيم أدائك، أقل حاجة. إن لم يكن حد هيقول لي إديني 2 سنين أو موسمين، واحد هيقول لي 3. أنا النهارده بقيم دكتور بريرة، احنا مش مع فيتور بريرا ولا ضد فيتور بريرا، احنا مع التحكيم وتطوير التحكيم يا اسامه يا فارس، والله مالناش مصلحه، وانا مش هشتغل في لجنه الحكام تاني يا فيتور يا بريرا، عشان ما تبقاش انت حضرتك اكدت ده اكتر من مره. صحيح. اكتر من مره، ولكن انا عشان احكم يبقى عندنا منطق ومصداقيه. الراجل النهارده بسياسه جديده وفكر جديد يا فارس يا اسامه،
ازاي؟ انا النهارده بدخل العقليه او بدخل ثقافه جديده للحكام، محتاج وقت. النهارده 3 جولات مش هقدر احاسبك، لان هو شغله بدا من ال3 جولات دول. صحيح. من فضلكم يا جماعه، من فضلكم نحاسب الراجل على الاقل، على الاقل في نهايه الموسم. ما نستعجلش، لان هو بيطبق سياسه جديده، بيدفع بحكام جديده، عامل تصنيف جديد. مش مع ان احنا نستعجل ونقول الراجل يمشي. لو الراجل عنده اخطاء بنطلع نقولها يا فارس يا اسامه بكل حياديه. وهو الراجل اعتقد بيسمعنا كويس قوي 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 قوي، خلي بالك الراجل بيسمع كويس قوي قوي، وبيشوف ايه اللي بيتقال اللي هو ممكن يستفيد منه. صدقني صدقني، لو في حاجه هتبقى مش موجوده او مش كويسه هنطلع نقول يا بريره من فضلك عدل من اللي انت بتشتغل بيه. طيب. بس في النهايه ندي الراجل فرصه يا فارس يا اسامه. يا كابتن ناصر، انا عايز اسال حضرتك سؤال واضح ومباشر. في تغييرات بتحصل والراجل ده بيعملها، واحنا بنشوف في ناس عندها وجهه نظر مسبقه تجاه رئيس لجنه التحكيم الاجنبي. حضرتك من منطلق ان انت دايما بتتبنى فكره ان انت ليس ليك مقرب وتريد مصلحة التحكيم وبتعلن وبتبادر، يا جماعة أنا راجل بعفي نفسي من الحرج وبعفي الناس من الحرج، أنا مش موجود في لجنة التحكيم عشان تحيد نفسك. أنا بسأل سؤال، هل حضرتك ترى أن التغييرات، لأن في أخطاء أنا بقولها واضح جدا، أن أول 3 جولات في أخطاء وفي أخطاء ربما واضحة، هل حضرتك شايف أن قصاد الأخطاء دي بيحدث تغيير من وجهة نظرك كحكم لديك خبرة تستدعي ان احنا نصبر يا كابتن ناصر ولا لا؟ مباشرة كده وحضرتك فاتح قلبك، التغيير ده نستحمله لان هيأتي بمردود، ولا انت شايف فيه اخطاء ومفيش حاجة شايفها ولمسها تستدعي ان احنا نصبر؟ سؤال مهم جدا، وهبدأ بحاجة مهمة جدا وهي سياسة الثواب والعقاب. وهي دي اللي احنا بنشتغل عليها. عندما يعني يصيب الحكم او يعني يبقى كويس، الراجل هو قالها كده صراحه يا فارس، قال الحكم اللي هيبقى كويس ما عندوش اخطاء هيلعب معايا عدد مباريات اكتر. الحكم اللي يخطئ ايا كان هذا الحكم، من هو، حكم كبير حكم صغير، هيحاسب على اخطائه. هنا بدا الراجل بايه؟ بان اللي هيغلط هيتحاسب، وده المهم. لان احيانا بقول، مش عايز اقول لجان سابقه ولا هقول، احيانا الحكم الكبير يعامل معامله مختلفه شويه في الايقاف. هنا الراجل واخد قراراته، مفيش كبير ومفيش صغير. انا ببدا هنا بسياسه الثواب والعقاب. عندما يشعر الحكم ان هناك عقاب نتيجه خطا عن اهمال هو تم ارتكابه، خاصه في وجود تقنيه الفار، مالكش حجه. صحيح. لا، يبقى يجب انك انت هنا الراجل هو واخد السياسه ديت. اعتقد يمكن البعض بيزعل منها شويه، ودي من ضمن بعض الحكام مش حابين القصه دي، لان كان عندنا حكام بتخطئ يا كابتن فارس يا اسامه النهارده في الاسبوع الثالث وبيلعب الاسبوع الرابع. بالظبط. النهارده في الاسبوع الرابع بيلعب في الاسبوع الخامس، ما كانش حد بيحاسب الحكام على الاخطاء. صحيح. دي من ضمن السياسه اللي الراجل بيتبعها مع حكامه. خلي بالك صريح هو جدا، يوم الاحد اعتقد اللي هو مش اللي قبل اللي فات، كان هناك تحليل فني للحكام. وجمع الحكام اللي هم كانوا في الجوله الثانيه، وابتدى يشتغل معاهم بصراحه ويصارح الحكام ويناقشهم بشكل جيد جدا جدا، وصارحهم وقال له انت عندك خطا وانت عندك خطا وانت كان المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. هي دي اللي احنا المصارحه اللي احنا نتمنى بس منه حاجه واحده بس، كابتن فارس رئيس لجنه الحكام من فضلك اطلع لما تكون في حاله جدليه يا فارس، ما تسيبش الناس. صحيح. تطلع باهوائها. لكن برجي كان عنده ميزه كويسه قوي قوي قوي، بعد كل جوله بيطلع يجيب الحالات الجدليه، بيطلع هو يقول رايه فيها وبيبررها. محتاجين منك يا مستر فيتور بريرا، مفيش ما يمنع، زي ما طلعت حللت مباراه النادي الاهلي ويمكن حللتها بشكل كويس، في حالات جدليه محتاجين انك انت تطلع تقول رايك فيها، لان بعض الناس بتقول ان هناك مصدر بيقول كذا. لا، انا مش عاوز المصدر، انا عاوز الفيتور بريرا المسؤول قال رايه في هذه الحاله، سواء كانت القرار صح للحكم او القرار خطا. دي من ضمن الحاجات اللي بوجهها لفيتور بيريرا، يا ريت، لانك انت بتناقش الجمهور والجمهور عاوز يعرف ايه انت تحليلك للحالات، خاصه الحالات الجدليه. بالتاكيد. يعني يمكن كابتن ناصر يعني كان مداخله مثمره جدا عن التحكيم المصري، ووجهت رسائل عديده جدا هدفها ودافع ليها هي مصلحه التحكيم المصري يعني دون اي مآرب. بنشكرك بالتاكيد جدا جدا، ويعني سعدنا بيك، وكانت مداخله. انا بشكر اسامه، اولا بشكر حضرتك وبشكر شكرك. شكرا جزيلا جدا لكم، كل مني كل التحيه والتقدير. بشكر ايضا فريق العمل اللي بقول النهارده برنامج خط احمر، برنامج اعتقد ليه شعبيه كبيره جدا ونسبه مشاهده عاليه،
لنتيجة المصداقية وطرح القواضي وحلها بشكل منطقي مقنع لكل المشاهدين. نشكرك يا كابتن، حضرتك يا رب وضيف دائم إن شاء الله في خط أحمر. شكرا.